السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبادي إزهير في حلقة جديدة، واليوم رجع لكم في ميني جيم جديد، وخلنا نقول بسم الله ونشرح لكم إياه بشكل مرة سريع. الميني جيم هذا لعبناه قبل عند الذياب، ولكن راح نلعب اليوم في قوانين غير، في نظام غير تقريبا. فخلنا نقول بسم الله. زي ما انتم شايفين عندنا تقريبا 5 ألوان، 5 حفرات تحت، 5 نزلات اللي تسموها. راح يكون في كل راوند ايتم واحد زي اللي لعبناها المره الماضيه، تمام؟ ايتمات نفسها تقريبا. راح نبدا اول شيء بعد كيف الواحد راح يبدا بالهلمت، راح يبدا بالبوت، راح يبدا بالسروال، شيء راجع له. طيب بعد الراوند الثالث راح نبدا نحط اللافا اللي راح تكون تحت، راح نفتح لافا هنا، فراح يكون شيء اختياري وانت وحظك، واذا طلعت لك اللافا راح ترمي ايتم في اللافا اللي هناك، وهذا تقريبا كل اللعبه. اليوم انا شباب طيبين راح تشوفوهم في الحلقه، وخلنا نقول بسم الله. ورجعنا لكم مع الشباب الطيبة، يا اهلا وسهلا، ايش الاخبار؟ يا هلا يا مرحبا، يا اهلا يا سهلا عبادي، فقدناك الذياب، ما قعدت تلعب معنا من جهاز، مشغول وشغال وبزنس مان ومدري ايش. شو نسوي يا رجل؟ اختبارات مقصود لي. المهم قبل نبدا، كم تبون الحلقه هذه توصل لك؟ الحلقه الماضيه عمير طلب انه 20000 لايك ووصلوها، نبيهم يوصلونها 19,235. تزودوها بسوي عليكم اضراب، ما بنزل لكم مقاطع خلاص. لا توصلونها، لا يعني لا قصدي انه وصلوها يعني، بس لا تزودوا قاعد الرقم اللي قال ذي. امزح معكم، وصلونا زي ما اقول لكم 19200 وكم كان اللي هو اللي قالوا ذي، يعني اهم شيء جيبوا 20000 لايك بالضبط. شرحت لكم قوانين اللعبه، مين راح يبدا؟ انا. انت يلا دياب. ايه حلو، انا بكون اخر واحد اليوم، اليوم انا بكون اخر واحد يا جماعه الخير، بس كذا قصدي. الحين لو ضغطت ذا راح اجيبكم كلكم معي فوق. ايش ليش انا حطيتها اول؟ ملخبط في الكوماند. الان راح نبدا نضبط لك غراض، وبعد الراوند الثالث راح نبدا نحط لك اللاب. يلا ايش تبين نبدا في غراضك؟ هلمت، سيف، دايموند؟ نبدا في السيف. في السيف؟ بعد السيف؟ ما هو شغله. بعد سيف انتفعت. بعد سيف عشان شو اسمه، عشان يضبط الجيس جيم، مره يضبط الاغراض. بعد السيف ابي التست بليت. بعد السيف تست بليت. حلو. في تست بليتات الجلود كلها؟ لا لا هو هذا والله ذياب. طيب الان ما في لافا ذياب زي ما قلت لك، الحين تنزل وتعطيها التست ذياب. يلا الحين على السيف، ايش راح يكون سيف ذياب؟ ندير زي كذا ونشوف. ايوه لا تشوفه، هذا انك شايفه تدري وش هو. لا يغش، ليش تشوفه؟ لا تفرغ الراس، وهذا دال والله العظيم. اوكي والله كنت بجي اخذ الخضره ذي، اوكي ايوه، بعدين قلت لا لا خلنا ناخذ الزرق ذيك على ستون سكن. اوه ماي جاد. اوكي اول شيء سيف ستون، عادي ذياب عادي، ممكن يجيك الراس كذا. يلا ابدا ارتب له الاغراض الثانيه، ارجع لهذا انا. يا سلام زي كذا، الله يلا ضبطك يا ذياب، بتقول جست جيمر شكرا صدقني. اوكي اسكو، والله اني خايف. دايموند حاط لك على نفس الالوان، عرفت كيف؟ هذه حاط لك نفس الالوان، يعني دائما ازرق وحاطك ذا. طيب ما علينا، هذه عيت لي ولا لا؟ بدي عليك الحين. يلا حط لي الليجنز. اوكي شوف يا ذياب، وبعده البوت. حلو الحين اشيل ذول الاغراض يا جزقه، ما خلينا نجيب الليجنز، ناخذ الليجنز زي كذا. هذا اخر راوند، بعد الراوند راح نبدا زي ما قلت لك نفتح اللعبة. طيب خلينا نزل، خلنا نوزع. لما تحط اللافا تكنسلون قطعة صح؟ اللي هو لا الجل. شوف أنا قطعة. اللي راح يصير، لا ما راح نكنسل شيء. اللي راح يصير إنه إيش؟ إنه أنا أحط الأغراض جست جيمر بدون ما يفتح ال، تمام؟ بدون ما يفتح الشستات راح يفتح اللافا. فهمت؟ يعني بدون ما يشوف إيش داخل هذا الشوركر. فالحين انزل عندك اللي هي السراويل وقول بسم الله. يا رب. والله ناسي إيش كان هنا. اوكي حلو يا نكبه، قصدي مو حلو. ليش يا الله شيك انت شيك؟ كنت ماخذ البطاقه يا الله، انا كل ما قررت اخذ شيء اقول لا ماني ماخذه، طلع شيء يلا يلا يلا. طيب دقيقه بس بنزل اخذ السراويل، اصبر. ايوه عندي 3 قطع انا، 3 قطع. طيب الحين شايف الراوند هذا، انا راح افتح اللعبه بالضبط الحين، ما راح افتح الاغراض،
فراح افتح لابة من اللابات. افتح اللابة غادي. طيب يلا بس ما فتحت اللابة باقي اللابة. راح افتح غمر. غمر. نظر الشمس الجميلة. لا تنظر الصيف ما اوكي يلا ليتس جو ليتس جو. طب وتخير مضبطك اليوم ذي قولت كله كل شيء حطيت اليوم طلعت قولت شو اسمه انا حطيت على هذا هذا ايش كان ايرون حطيت اللابة حقت هذا بس شو اسمه اللي بنص لذي الرأي تدري ذي اوكي مشكلة كسرت الجلاس وما كسرت الشالكر ناسها بادي يلا يلا الهلمت يلا باقي الحين الهلمت تخلني بس ارجع هذه طيب شف يلا كسر الشالكر مع تحته تمام شكرا شكرا ما تحته ها شوف ما راح يها اوكي ايوه انت قاعد تتكلم معي والله قريب ما الله كسر خفاشي طيب هذا عصفور يلا يلا لما كسرت اوكي انا الحين شو مدريني يا عيال تهبلون ذهب ذهب اليوم باقي شيء ولا خلاص باقي عندك الجودن ابل حقت جودن ابل والسيف ولا شو اسمه الكتب مطوره يلا اوكي طيب شيل الاشياء دي جيمر تبي جودن ابل ولا كتب مطوره الحين ما ادري ما فرقت حط له واحده من الاشياء بس دقيقه اي وحده كانت اللافنت اللي بالنص شوف مره ثانيه كسرها مكسر مع هذا يا زي كذا فهمت عشان يطيح ما بيطيح زي كذا طيب انت خذ انا باخذ القذنفل الاشياء اوكي انت خذ الكتب خذ الكتبات المطوره طيب احط له يعني شلون هم كلهم كتب مطوره مختلفه ولا كتب مطوره جولدن ابل توتم لا لا عشوائيه لا. يعني كل وحده تفرق طيب يلا حطيت الاشياء البو والكتب البو والتويل شو اسمه الاشياء هذه طيب كسر الشولكر مع اللي تحته اوكي خلاص يلا 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 اوكي بوم مع 15 سهم حلو حلو هذا حلو باقي شيء باقي حيل كتب المطورة باقي حيل كتب المطورة طيب خلنا نرجع ذي جلاس نحط هذه هنا وجس كامر عليك هذه وانا اوه حبة ترتيب بسم الله يب 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 يب, يب. اوكي زي كذا صدقني هالمره يا ذياب بضبط كان اوكي يلا اوكي ليتس جو كسرت هذه وش هذه كتب صح هذه كتب مطوره انا مسكني ايوه لا تغرك الالوان يا ذياب ابلع انفينيتي ابلع انفينيتي ولا ابلع انفينيتي اللي كسرته ايش كان اللي كسرته كان بور اي في اوكي تمام طيب الحين شارب اي في شيء ولا خلاص الحين كلاس الحين جامر يلا اطلع فوق اصبر الجولدن ابل تتمات ايش كانت معها كان معها بو اطلعك بوه انت جدتك معت جدتك تطيره مع بوه يلا انا الحين يب انت الحين دارك شايف اصخذك صف من تحت ايوه يلا يلا حط له لا تناظر انت ايش مسوي معك غمض شوف القرية سبحان الله اصبر بعد في حبشتكات هنا شلهم دي هنا في كتاب في رسبك شلهم تناظر انت هلا والله ناظر هناك يجي حول سيرفايفل صح؟ ايه سيرفايفل يلا جست جيمر انزل يلا. انزل بس انزل الحين يا رب يلا. ما يجيك نذر رايت يا رب يا رب جيك جوت يا رب جيك جوت وانا متفائل صدقني ليش كذا ذياب وش ليش كذا ذياب وش على كيفي ايوه طيب والله تساعدنا جست جيمر اذا سويت كذا دائما بالله ايش رايك فيني الله تساعدني طيب شبه هو الحين انا بحط له البوتس الحين بس شيل هلم شيل هلم بعد البوت ايش تبي جست جيمر؟ بعد البوت ليجنز مش اسمه ذا ليجنز يلا روح 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 عطها عطها حبه بوتس يلا انزل يلا جلس
يلا تبي نعزمك بعد؟ يلا انزل يبي عزيمة. اعزموني. ايش هذي؟ اوكي هذا مقع عقب مع الحظ يا ولد. ايش سالفة؟ مقع عقب مع الحظ. اوه ماي جاد. طيب هذا الانجلش سبليت صح؟ يلا حظي يا عيال خايس الحين. ليه حظك خايس الحين؟ الى الان دائما دون ذرات تستهبل. عاد شو اسوي عاد؟ هذه الدنيا هذه الدنيا. هذا حظك والله محظوظ. هذا الثالثة. بعد الثالثة تبدا اللافا صح؟ يا بعد هذه تبدا اللافا. يلا روح يلا يا رب يطلعوا اللافا. شوف شوف عشان تقنع بعد يصبر روح اصفر. يلا ما مسكن اصفر. وش هو؟ وش ايه وش ذا الحظ؟ دربك احمد ربك. اقول احمد ربك احمد ربك بس. او ماي جاد انا مرقع جولد. مو مرقع كل دروعي جولد. شوف الدياب الحين انا بحط السبليتات وانت كسر على اللي بخاطرك بدون ما تفتح الشالكة. الحين لافا صح؟ ايه راح ثلاث اشياء. ايه راح نحط لك لافا. يا رب تشلط فيا. اكثر وش ستون صح ولا وش؟ لا تكسر الشالكر مع اللي تحته. تكسر الشالكر مع الجلاس بدون ما تشوف وش اللي فيه. بدون ما تشوف الشالكر مع الجلاس اللي تحته. اه اه اشوفك وش قاعد ناظر. عز الظهر يا ابوي. لا لا تحط الفايف. شايفك تسوي كذا فايف. والله ما حطيت. والله ما حطيت. يلا ها وين؟ غششني عبادي. اغششك؟ ايش تعطيني؟ ما اعطيك شيء. اوكي يا رب. يا ماي جاد اللي ايش ذا الحظ يا عيال؟ على ايش جت هذا؟ على هذا الخضره. مش كان اللافا عند وين؟ ايه مش كانت الخضره؟ خضره ما ادري ايش كانت صراحه. والله يا عيال كنت ناوي اروح للخضره. ما ادري ليش فرت لها. تدري عباد بحط لك النظرات السيف بالصفرة نفس قبل شوي. لا يا القهر. يلا يلا هذا تاب من الماضي. الحين سيف. الحين السيوف. الحين السيوف. صار مرة ثانية. يا راح راقب راقب ذا لي ناظر. يا ولد القرية فخمة يا ولد. لا 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 يلا 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 طيب انا بعاند باخذ ازرق مره ثانيه. يا ويلكم. ابلع ابلع. وش سوء المنقلب ذا؟ يا ربي الله. يلا ابي باك اب سيف. سوء المنقلب. ما في ما في باك اب. نظام باك ابات ما في. اضغط اني شال كرة شال كرة. هذه طقطق على عبادي مقطع سبي. طيب الحين ايش باقي له؟ الحين انا بحط له الجولدن ابل والاشياء هذه وانت عاد كسر واحد. الله يستر منك عبادي. لا توثق بس لا توثق. كيف الطاقم يا عبديار؟ حريقه؟ لا توثق. كيف الطاقم حقه الاصفر؟ كاني لاعب مدخل البرازيل. ما ادري وكل كلام من الشباب. يلا كسر الحبه. لا طالع طالع. والله شلون وش تخلوني احفر بعز الظهر؟ اي عادي عادي. يلا يلا. اوكي الله يستر. شوف هذه المفروض انها تكون موتة بس هذا ما كسرت قزازة تحت بالغلط. طم القهر. ما ايش بتموت. اطلع اطلع اطلع. خبر يعني لازم يموت. احنا ما نموت. لا بدون جولد رابل بدون شيء. اي بلا. لا لحظة الحين باقي له كتب ولا خلاص خلص. اصبر 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 طالع منها كذا. ارمي شيء في هذا. ارمي قطعة من دروعه. ارمي ارمي مصير مستانس. لا يا عيال لا. ارمي يلا هناك هناك عندك في الزاوية هناك في قطعة هذا. ما في حزين ما في. ارمي 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 بوت حقتك. ارمي سروالك. والله ما ارمي البوت يا ابوي. مارك ذيش ما شنو جالس تقول؟ دقيقة هذي تسيق بعدين هذي. اوحح لا والله برمي هالمارك ذي. يا غبي كرمت الهلمت دايموند وخذت البوت بنظرات. ما ترجع خاص الحرقه. والله انه نايم. والله غبي. يا نايم. الحين ايش باقي؟ كتب مطوره. باقي كتب مطوره. احط له الكتب. والله صدق غبي. انا بحط له انا بحط له وانت كسرها. يا عبادي تكفى نبي ياخذ باور ولا انفينيتي. تكفى والله يا عاد هو يمكن يمكن يجي لا بعد ما تدري. والله وريك راح دم حظك بعد شوي. ترى ايه يلا كسر. طالع ورا طالع ورا طالع ورا. يلا ما اشوف. ها ما اشوف. مسكين ما جاتك هذه. مسكين. شوفها شوفها شوفها. لا ينفع عبادي. شوف بس ملاعب. لا قاعد ارمي له اياها. قاعد ارمي له اياها. شوفها شوفها قدام عينه المسكين. هي. ايوه يلا يلا
يلا انزل. الاخضر ذاني ما قد جيته ابدا. يا رب شيء سيء، يا رب شيء سيء. بروتكشن اي في. اوكي جاء شيء مفيد راس. بس شوف يا اخي سيف، السيف ايش قاعد يسوي سيف معك؟ السيف وجوده زي عدمه، وش اللي اتاك دمج اربعه؟ يا عمر اقول لك شيء. ايه توني طحت في اللعبه ذي بالغلط معي. ايه شوف طلعت فيها النذر رايت، طلع ما يحترق من النار هو. لا اوكي برجع يا شباب. لا 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 ما في، نسيت انه ما يحترق. طيب لو نقاط وراه يلا بعد يختار يعطونا بوتس بعدين هلمت. والله لوريك اخذ حبه شفل بس قام، ترى ما خلص نام وين، بس احط لك غراض. عندي الموضوع. لا سكام سكام بليز بليزنج سكين. انا سكام شفت سكامر بسبب الحظ فجاه كذا قالوا خذ لك سيف خشب وموت وشو شيء من اقول لك سوء المنقلب هذا. يلا جد سوء المنقلب. شوفوا راح ابداها في الاحمر لانه جميل. يا رب يا رب اغديك تردد. يا رب ماني متردد. انا لاحظت شيء، انا لاحظت شيء، اي شيء يحطه جست جيمر في جول. الله يقعد جست جيمر. اطلع على فوق، اطلع على فوق. اتاكد شوف انا ما حطيت كلهم جول. اهم شيء بوتس بوتس بوتس. اوكي اوكي اوكي. يلا ما عليه ما عليه. يلا اعطونا اعطونا هلمت اخضر. لازم لا تتردد عبادي. يا ربي. اي يا وسخين. ابلع. جيمر. خير يلا على دروعي دي يصير اقواكم. ما انت باقي جست جيمر. بعده ايش عبادي؟ بعده اعطونا سروال بعدين سيف. والله الان ترى حظي ابو كلب. يا رب يا رب ينفتح لي الحظ بالسروال والسيف والسبليت. يا رب يا رب يا رب. ما عليك استنى كم الرام المفروض. لا 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 المفروض الرام اللي يبدا فيه اللافا يكون البوت والهلمه. انت ايش خلت السبليت هذول اخر شيء؟ لا ليش عادي يمديني ارمي البوت يمديني ارمي الهلمه عادي. يلا 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 ممكن تطيح في لافا وما يطلع لك السبليت وتصير خسران ايتم معها. ما عليك يلا روح روح روح. مساء الخير. بروح لا 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 يا خرجتني. الله يكلاك. ارجع ارجع انت ما تتردد. لا لا عبادي لا 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 عبادي لا 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 يا خافي ليش تتردد؟ نذر رايت وسرور كان بالازرق. الله يكلاك. ليش تتردد؟ ليش تتردد؟ خرجتني انت. الله اقلع بليز. والله لا اوري يا اخي ما في لعبة ما في شيء تخاف ليه؟ راح ثلاث ايتمات صح؟ اسمع احب لا لا احنا اللعبة احنا نحط نحط سبليت ماني والله انا بتلعب. حط السبليت حط السبليت. لا لا سيوف 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 قال سيوف. ما ما سيوف اوكي سيوف انت قلت سيوف. حط غياب السيوف وانا بكسر سيوف. الله سيف هذا النذر رايت راح عليه. الله يا الله عبادي يا رب عبادي. طالع فيني طالع فيني يا خالي. يلا شمال قمل يلا عشان ما يصبط الجلاس وينكسر. يا ربي ربي لا 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 شكله بدون سيف عبادي. شكله بدون سيف خلاص. انزل ولا ما انزل؟ ما في رجعة خلاص. ما في رجعة يا حبيبي. بدون سيف ما في رجعة ما في رجعة ما في رجعة. الله يكرم بيس الايرون. الله يكرم بيس الايرون. ايرون ايرون يقطع الملقر. تدري اللي وخرت انا طلع ستون. اما والله يا رب. يلا حطوا لي السبليت حطوا لي السبليت. حط الحين. اوه ماي جاد جبت العيد. لازم احطه من ذي من اول. نسيته لقد نسيته وسهوته. قلت انك فاهي انت. طيب يلا ما عليه ما عليه. استبلتات انا احطهم جست جيمر تحط استبلتات وانا اكسر. ها خلاص يلا بس خل افضي. يا يا لا تكسر ليش خفت؟ طيب قلت لك لا 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 الله لا تتردد. المشكله ايش قلت لك انا؟ ترى ما كنت ادري. قلت لك لا ممنوع ممنوع ترجع. اعطاني انت رحت كسرت الاصفر. قلت خلاص بكيف وانا افتح النذر رايت سكين عبادي. انا خلاص دقيقه صدقني عبادي هالمره شوف بيطلع لك شيء كويس صدقني. ايه ايه صدقني صدقني باين صدقني باين ذي. كيف حالك؟ الله يكرمك. انت طيب؟ شوف القريه هناك شوفه شوف. اوه قريه او ماي جاد. يلا جدا القريه. يلا يلا هذا تسبليت صح؟ ايه يا رب انت ربي. يمين يسار شوف اصفر ازرق ما رحته. برتقالي ما رحته.
قاعد يحل لغز هو. بروح احمر بروح احمر. يا رب يا رب نذر رايت يا رب نذر رايت. لا 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 تدري وشو نذر رايت الظاهر الاحمر نذر رايت استهبل قسما بالله الاحمر هو اللي كسرته. ايش بلاي؟ وين رسمي؟ خلي التسبيت اخر شيء قايل لك انا شباب. نايس شاب. انقذوني. طيب ايش عندي الحين؟ باقي ايش باقي لي؟ باقي لي عيال باقي لي ما باقي لي شيء. جدي عباد جدي. رحنا فيها. ما في فرصة يعني تعطوني سبليت كذا. لا 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 لا. جولد جولد جولد. شوف انا الذهب كلنا ملحطين حرام عليك عباد. مش ملحط. يلا انا احلى شيء فيني اني ما مت ولا خسرت شيء. اصبع بعد طلع ورا طلعت ورا طلعت. يلا تسكر رح رح. يا رب قول انا المطورة. مع انه ما راح تفيدني بشيء. يلا. بروح بذي. بروح بذي واللي يصير يصير. وش ذي؟ اوه ماي جاد. ما في فايده ما في فايده ما عندي سبليت. الازرق اذا ما خاب ظني والله اني اظهر حط خمسه جولدن ابل. خمسه جولدن ابل الازرق. اجل اهم شيء افضل افضل شيء. عمر القهر. يلا اخر شيء كنت يا رب جيني شارب في. كتب الحين. شارب اي في يا رب. الله الله اباد قلمي. الله يرزقك باور ولا انفينيتي. لا مو امين. يا رب يجيني شارب نس. شوف عندك زي هذه عندك زي هذه ما عندك زي هذه. يلا ما راح تفيدك على هلمت وسروال. هذه الوحيده اللي ما رحت لها. يا رب يا رب يا رب شارب اي في شفتني ذكي. ادري هي الوحيده اللي ما راح لها. كنت ادري ان هي الوحيده اللي ما راح لها. كنت ادري ان هي الوحيده اللي ما راح لها بس سويت فيه الحركه ومشت عليه. تدري كانت بور اي في امه يعني يمكن حتى زين ما رحت لها. الله يلا شيء من معك. اصبر اصبر دقيقه. ايه شباب والله تفسخت والله ما صار عندي شيء. اصبر اصبر تعال 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 خل اشوف اغراضك. تعال اغراضي وش اغراضك وش اغراضك؟ ايه فقط انا قلت اسقبر سامحه. انا من ناحيتي انا اقول اقول سامحه. انا كنت ناوي جاس شوف 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 انا كنت ناوي اعطيه تستبلد جلد بس بما انه مات نسامحه ما يرمي غرض. خلاص خلاص يلا. اي والله يا شباب والله يا شباب ترى شوفوا شوفوا ترى صدق قلبنا روحه صار الحظ يا شباب مو بزي معكم ممكن شيء بالحظ ما عرفت. اوكي اقول اطربني الانفينيتي عطني 15 سهم حقي وانها. والله هذا أزفة حظ يجيني في المين جيمز كلها. هذا أزفة حظ سيدتي انا نساتي سادتي. ايوه ابلع بعد انا هذا انا. اوكي سوف اتواجه مع انا وانت؟ ايه لا ليش كذا رياك ليش؟ تارجت ولا شو السالفه؟ ما ادري يلا 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 هيا بنا نشوف الحظ. يلا شوف ضعيف بالنهائيات شفت كيف؟ الله اني مسكي. الله شوف سيفك انا زعلان بس زعلان بس على سيفك بس يا جيمر. يلا عد عد انفنتي انفنتي. الله يلا واحد اثنين ثلاثه برن برن برن. يلا جو. اي وين جيمر رسيا شي بسبح بسبح الجو حار. يا معفن تعال. ايوه 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 يا ساتر. ايه معلش بعد كان صار في خطا بسيط هذا بمهني ونورمال. ليتس جو يلا عيدوا كملوا كملوا الفايت. انزل لي هنا انزل لي تعال يلا. والله الظاهر انه ما راح تكمل الجزء وينك يا والله مع البو ذا الانفينيتي. او ماي جاد والله يدمج والله يدمج الله يصير يدمج ها قبل نورمال ولا شيء. ايوه ايوه يا ساتر. ايوه انا حش سمع موت يلا يلا عد سكام يلا 2 3 يضرب في الذية. تك في يدي تك سلسلة بطيء سلسلة بطيء اوه اوه
سلسات بطيء جدا سلسات يفز علينا شباب كف استنى عشان مقطع يعني شوف يا اخي معك جولدن ابل مطوره اوكي انت انت فايز انا ما ادري ايش انت خايف انا ما ادري سبليت خايف دوج سبليت عبادي يعني درون جولد بتحميني ولا سيف ستوني بدمجك وش ماك جولدن ابل مطوره والله والله ما كنت اتوقع اني ولكن انقذتني انقذتني جولدن ابل اي والله انقذتني المهم يعطيكم الف الف عافيه على المشاهده اذا عندكم افكار ثانيه زي الاشياء هذه تعالوا على الانستغرام او على تويتر ويعطيكم العافيه يا ذياب ويا جست جيمر على حضوركم نشوفكم ان شاء الله في الحلقات الثانيه كان معكم عبادي وفي امان الله.